ملف التحقيقات الرسمية عن مصير المفقودين والمخفيين قسرا سيسلم يوم الثلاثاء إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ملف انتزع من الحكومة اللبنانية بقرار شورى الدولة في إنجاز للجنة أهالي المخطوفين والمفقودين بعد 32 عاما من النضال. ممكن أولا يساعدنا بأنه نكشف عن أسماء جديدة لأشخاص مفقودين منهم موجودين داخل قاعدة بياناتنا، وبالتالي نجمع أسماء للمفقودين أكثر. نحن بنتأمل أنه هيدا يكون خطوة كرمال الدولة اللبنانية تقدر تعطينا ضوء الأخضر وتوافق لنا على برنامج جمع عينات الحمض النووي. إلا أن حفل التسليم هذا ليس رمزيا للعائلات التي ترى فيه محطة أساسية، علها تكون البداية لمسار حقيقي يوصلنا إلى خواتيم هذا الملف. بتمنى ما ننطر 32 سنة دهنين، بركي عن قريب سنة 2015 تعطينا حقنا نعرف شو صار بولادنا، ولا يرتاحوا الأهالي يلي بعدهم ماشيين على هيدا الدرب، ولا يرتاحوا اللي غادرونا كمان محل ما هني. بحس بقلبي انه المجتمع الدولي كله اعترف فينا، ولهلا دولتنا اللبنانيه ما اعترفت بشكل فعلي. لا مكان للياس ولا امكانيه للتراجع لدى اهالي المخطوفين، فمهما حاول البعض اخفاء الحقيقه لا يستسلموا حتى يكشفوا مصير ابنائهم وازواجهم.